حل الطفل ضيف الله وأسرته ضيوفا على هذه الغرفة الصغيرة في إحدى ضواحي مدينة عدن، نازحين من مديرية الوازعية محافظة تعز، حيث وصلت حرب ميليشيا الحوثي وصالح إلى قراهم التي كانت آمنة. اشتي الأمن والأمن بالبلاد، اشتي البلاد تأمن بالروح، قدرناش نروح من حروب البلاد، قصف شردي. لا أثر للعيد وفرحته هنا على مخيم القاعدة الروسية غرب عدن سوى نقش الحناء على يدي طفلة لا تكاد تستوعب تغير مرعى أغنامها من القرية الوارفة إلى هذا الملجأ المفتقد أبسط مقومات العيش. كل 10 أسر في بيت واحد من هالبيوت العشوائية ولم يحصلوا قوت ضروري ولا معيشة ولا ماء ولا كهرباء ولا ما نقضي العيد، عيد حرب داخل البلاد، كل أنفرس الجبال والهاله يضرب والمدفعيه مئات الاسر النازحه من محافظه تعز توزعت على عده مناطق ومساكن مؤقته في محافظه عدن، ولا يتبين اهتمام الدوله او منظمات الاغاثه في ظل ظروف معيشيه صعبه. ان تقضي العيد مجردا ونازحا، هذه احدى هدايا ميليشيا الانقلابيين التي اوصلت الحرب الى قرى مديريه الوازعيه وغيرها من مناطق محافظه تعز. ادم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.